السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعنا لكم في حلقة جديدة من سلسلة نقاشات مانجا ون بيس. لذلك خلونا نبدأ. فريق الإثارة والمتعة والتشويق، نعم اجتمعنا لنعرف سر الطريق. طيب احنا من قبل تكلمنا في نقاشات مانجا ون بيس تقريبا عن ذكريات اللي اودن اللي بدايتها كانت روجر والوايت بيرد وكل حاجة، لكن حاليا بنكمل الباقي منها. طبعا في جلسة النقاشات هذه راح نتكلم فيها عن الفصول الأخيرة في مانجا ون بيس واللي تخص ذكريات اودن بالذات. طبعا احنا سوينا الجزء الأول منها تقريبا يوم يطلع اودن برا وانو ويقابل وايت بيد وروجر والضراب اللي كان بينهم وكل هالأمور هذه. حاليا بنكمل النقاش بعد عودة أودن إلى نهاية الذكريات. النقاش طريقته طبعا كل واحد يقول رأيه، مو لازم واحد يعترض على الثاني ولا يوقفه يقول لا أنت كذا غلط ولا أنت صح، لا كل واحد يقول رأيه. بس تسمعون أراءنا كلنا، جلسة نقاش مرتبة وجميلة تستاهل عيونكم في ديتكم وهادئة جدا جدا بدون اعتراضاتي. على المهم النقاط اللي اتكلم فيها اليوم هو تقييم عام للفلاش باك ولشخصية أودن بالخصوص، لأن الفلاش باك كان عن أودن. بنتكلم عن نقطة كنز الون بيس العثر عليه، ونقطتان عندنا السيناريو الخمس سنوات اللي صار عليه جدل ولغط كثير، بعدها المعركة الأسطورية، وآخر شيء عندنا الإعدام ثم دانجيرو وكوموراساكي. هذا الست نقاط اللي راح اتكلم فيها الرئيسية وبالترتيب التي ظهرت فعليا. فبنبدا بدايه بالتقييم، ويلا تفضل يا جلو. أوكي. تقييم عام للفلاش باك مع شخصيه طبعا الفلاش باك الى حد معين كنت انا اشوفه افضل ارك ظهر في ون بيس، لربما كنت اقول ان فلاش باك هذا افضل حتى من ارك المارين فورد، ولكن من بعد الاحداث الاخيره قل عندي التقييم الى ان صار 8.5 من 10، وهذا برضو تقييم عالي. يعني ما اعتقد انه ممكن نظلم فلاش باك هذا بسبب حدث او حدثين او نقطه او ثغره او شيء زي كذا، فهذا هو التقييم. شخصيه اودن، شخصيه اودن برضو شخصيه اودن انا ماني عارف كيف اقيمها لانها هي مرتبطه بالاحداث اللي صارت. اقدر اقول انه اسطوري، لكن الكاتب خلاه شويه غبي، ولو انه الغباء يعني ما ادري، اعتقد انه في حد معين للغباء اللي المفروض يمتاز فيه اودن، ولكن شخصيه اسطوريه، وحتى بغبائها لو تم توظيفها بشكل اخر راح اقول برضو شخصيه 10 من 10. طيب التقييم العام بالنسبه لي الفلاش باك اللي صار، انا اقدر اقول انه من 9 إلى 9.5 من 10. العمق الفلاش باك، مدى رؤوس أقلام كانت تقال من بداية ون بيس للحين، وربط الأحداث فيهم كان شيء جدا أسطوري. الحماس الموجود في الفلاش باك كان جدا أسطوري، استمتعت بكل شابتر منه. زي ما قال الشباب قبل ما نخش الشابتر كنا في أوج الأحداث، ما نبغى نخش فلاش باك، بس قالوا إنه هذا الفلاش باك من أسطورية ممكن ما يخلينا نبغى نرجع للأحداث، وهذا صدق اللي صار. حتى الحين ما أبغى أرجع الأحداث، أبغى أكمل. تعلقت في قصة او فلاش باك اودن لدرجة اني ممكن اقول انه حسيت انه هو البطل اكثر من لوفي فيه في الفلاش باك هذا. فانا قيمة 9 إلى 9.5 من 10. بالنسبة لشخصية اودن، شخصية اودن شخصية عظيمة. للحين انا قاعد اناظر فيها السلبيات وايجابياتها، بالعكس انا اشوفها شخصية جدا اسطورية واقيمها برضو 10 من 10. رزا تفضل يا ابهر. هو اول شيء ابدا بالفلاش باك وتقييمي له. جنرال اتكلم عن 15 فصل كامل. الفلاش باك يعني ممتاز، ممتاز جدا، يعني ما اعتقد في احد يختلف عن فلاش باك. فلاش باك يعني ظهر فيه يعني اسماء كبيره واسماء قويه، كان في ظهور اللحيه البيضاء وروجر، وشفنا التعادل اللي بينهم، ولو ان في اشياء الواحد يعني وده يشوف نهاياتها كيف كانت المعركه، لكن الكاتب عودنا فقط يعطيك النهايه، تصادموا السلام عليكم هذه النهايه. نتكلم عن الفلاش باك. فلاش باك يعني كان بإمكان ياخذ 10، بكون ظالم، وانا احب وحشة الاحداث اللي صارت واحب شخصية اودن، المفروض اني اطبل واقول ان 10 من 10 ولا غلطة، لكن هنا بكذب على نفسي، لا، في غلطات، في سحبات من اودن، في اشياء سكب على اساس يمشي بالقصة بشكل اسرع، وهذا الشيء اللي ما يخليني اخليه 10 من 10، بالعكس. وبرضو بكون مجحف اذا قلت اقل من 8 9، فبعطيه الكافلاش باك 9، لان في احداث مره انا ما بلعتها او بالموت مشيتها. ف9 كفلاش باك، خصوصا سالفه
الخمس سنوات وما إلى ذلك. كشخصية أودن، شخصية أودن يعني الكاتب جمع لك معظم شخصيات ون بيس في شخصية أودن. أودن جمع لك يعني هيبة بعض الشخصيات، جمع لك كبرياء بعض الشخصيات، جمع لك قوة بعض الشخصيات في شخصية أودن. يا رجل خلاه يطبخ مثل سانجي، خلاه هيبة مثل زورو، خلاه يعني مرعب مثل لوفي لا غضب، يعني يعني جمع لك كل حاجة في شخصية في شخصية إيه. كيف إنه يعني أوياجي عجب فيه أو ضمه روجر، يعني كان يعني من أهدافه أنه يتلاقى مع أودن، شخصية ولا غلطة. لكن يعيبه يعني أودا جاب انه غبي، وزي ما اصف انا اغبى شخصيه في قصه ون بيس بغض النظر عن الاسباب، جابها بطريقه غبيه بدون مبررات، بدون بالنسبه لي يعني مو الشيء اللي يخليه غبي انه يستسلم لطلبات اوريجي. فشخصيه أودن لو الغباء هذا الغير مبرر اللي ظهر لاعطيته 10 من 10، لكن لاني انا بحب اعطيه 9.5 من 10 كشخصيه. احمد، بالنسبة لي بإيجاز وباختصار تقييم الفلاش باك أعطيه 9 من 10، والسبب أن أنا أحس أن أودا انجبر عشان يلتزم بالتايم لاين، أظهر لنا الخمس سنوات هذه أن أودين كيف يتحمل كايدو وأوروتشي، لأنه لو ما سوى زي كذا بتقول طب في 5 سنوات أو في 10 سنوات وين راحت هذه، شلون سكت فيها أودين، فأجبر نفسه أودا بأنه يضع شرط على نفسه أن أودين هم تحملهم عشان وعد ظهر منهم. فأرى 9 من 10 اللي هو كفلاش باك عام، هو الثغرة الوحيدة هذه أنه ينجبر في التايم لاين وأظهر لنا بصورة أنا أشوفها غير كاملة. أما بالنسبة لتقييم شخصية أودين نفسه، أودين نفسه أنا أعطيه 10 على 10. أودا أصلا بمجرد ما أظهر شخصية أودين جعل يقارع على طول بدون أي مقدمات، جعل يقارع الوايت بيرد وروجر، فبالتالي هو يقول لك هو خليط بين روجر والوايت بيرد، فشخصية أسطورية عظيمة ما فيها نقاش، 10 من 10 شخصية أودين. أهلا وسهلا بكم جميعا. بالنسبة لي صراحة يمكن يعتبره أفضل فلاش باك، شخصيا أشوفه يمكن أفضل، وإن كان يعني فيه تحفظات عليه بعض الحاجات، يعني كان أشوف أنه بالنسبة لي 10 فصول كافية لإنهاء الفلاش باك هذا، ما يحتاج 15 فصل. أشوف يعني أنه كذا كان فيها نوعا ما فيها شوي تمغيط وتمطيط، كان يمدي يختصرها بشكل أفضل وجهة نظر الشخصية طبعا. يعني لو سوي 10 كان يمكن حتى كثير من العيوب راحت من الفصل هذا، لأنك في الأخير طلعت من الفلاش باك أنت في حاجات لسه أنا عندي فيه استفهامات عليها، ف يعني كان بإمكان أفضل ما كان. النقطة اللي أنا عارفين راح أتكلم عنها في المستقبل، فأنا راح أتكلم عنها، نقدر نقول 8.5 إلى 9 من 10 تقييم فلاش باك شخصية أودن. أتوقع أن الكاتب أجبر أن يسويها غبية، لأن لو ما سوى غبية كان من الناس بتحبها أكثر حتى من روجر والوايت بير، ويمكن حتى من البطل نفسه لوفي، فممكن لهذا السبب هو خلاها يسوي هذا الشيء. هذا التفسير منطقي بالنسبة لي، غير كذا أنا ما أشوف أي تفسير منطقي لهذا الشيء اللي سواه أودن. تقريبا يعني من بعد الوايت بيد روجر بالنسبة لي هو أفضل شخصيات طبعا، قارب بعد فوق، بعدين هو على طول بعدهم صراحة في ون بيس حاليا. 9 من 10 أيضا. جينا عندي. طيب أنا بالنسبة لي الفلاش باك 15 فصلهم بحد ذاتهم قصة تقدر تسويها قصة الحالة، أنمي الحالة وينجح 1000000%، وما في بالنسبة لي ما شوف فيه ولا أي غلطة، لأني لما نظرت للحدث هذا والفلاش باك من منظور درامي بحت مثل ما صار في حدث نامي اللي تم يراجع شيء من قبل شوي، وحدث روبن وحدث ذا، بتشوف في أخطاء غير منطقية، بس الدراما لو ركزت على الدراما وما قعدت تدقق على الشغلات دي بتخليه تغطي على المنطقية اللي مو العدم المنطقية اللي موجودة، وتخلي شيء جدا جدا ممتع ورائع ورهيب وأسطوري. يعني ما أقدر أوصف لكم قد إيش أنا أشوف إن الكاتب أبدع بحبكة هذه القصة. فلو في شيء أعلى من 10/10 أعطيته إياه صراحة، تستاهله بكل ما تعني الكلمة، لأنه أيضا زودا على ذا الشيء الترابط، يعني أنا شفت تغريدة أمس فجعتني صراحة أن الكاتب أظهر في هذا الفصل بذات الفصل الأخير بس معلومات قاعد ينشرها على مدى 10 سنوات كاملة من 2010، كلام اللحية البيضاء اللي قاله في الإعدام حقه عادة أودن بالحرب الواحد بنفس الصياغة على توكي، حدثت بعد 3 سنوات 4 سنوات 2013 محادثة ثانية، بعد 4 سنوات محادثة ثانية، محادثات ظهرت على مدى 10 سنوات كاملة يعيدها لك في فصل واحد ويربطها لك ترابط أسطوري بكل ما تعني الكلمة. 10/10 قليلة بحقه،
وايضا بالنسبه لاودن يستاهل برضو مو بعشر عشر اللي يستاهل حتى يكون بطل القصه. لو الكاتب يبي يشيل لوفي ويحط اودن مكانه يقدر وبكل بساطه. وهذا الكلام ما اقوله بس على اودن يعني، حتى ترى كاتاكوري شخصيه اسطوريه جدا لو تشيل لوفي تحطه مكانه تقدر. في الكاتب عنده الامكانيه انه يحط شخصيات على انها هي بطل القصه وتنجح، يعني كاتب اسطوري جدا جدا. ولكن اودن الشخصيه اللي يميزها فعلا التضحيه، مدى التضحيه اللي عنده وحب للتضحيه، انه في النهايه في النهايه ما رضى ان اي احد يموت ولا ضحى باي احد، وهو بنفسه مات يوم جي يوم راح الحرب اخذ الاغماده، ويوم جاوا الاعدام ما رضى ان احد يموت الا هو من بين الاغماده، شال الدوله كلها وحمل الكل على راسه لانه مستعد يضحي بنفسه ويحمي الجميع. ننتقل للنقطه الثانيه اللي هو كنز الون بيس لاف تيل، الضحك، الاسم، المعلومات التي كشفت في، لان هذه ما تكلمنا عنها الحلقه اللي طافت، كنا ما بعد نوصل لروجر وودن ما بعد نوصل للون بيس. اي نقطة، اي ملاحظة، اي تفسير يا اخوي تفضل. انا والله للامانة انصدمت يوم صاروا كلمة لافتر، يعني انها فيها ضحكة، ويوم شافها روجر قام يضحك واه هذه شو الهرجة. فيعني لكن بشكل عام يعني انا الى الان كذا يعني احس دعني يقرب لي وش هو ون بيس، احس مخي زيادة عن ايش هو الون بيس، ايش اللي بيكون الون بيس، ايش اللي بيكون في ون بيس اللي يخليك تضحك لهذا الشيء. لكن كلام يعني يمكن اللي توضح لنا اكثر شيء هو سالفه جوي بوي والوعد الموجود واللي شافه اللي هو اودن، واللي تكلم عنه اودن بالذات وقال ان هذا الشيء اللي بتصير السنه بيكون بعد 20 سنه الكلام هذا كله، وان روجر يعني كان يشوف انه في فتى نبوءه من بعده وكان يجهز للوضع اساس يجي برضه، يعني ربط هذه الشغلات كلها مع بعض. اما ون بيس نفسه انا صراحه شخصيا يعني ما يعني ما استشفيت اي شيء، لسه احسها بالنسبه لي غامض، ما عرفت اوصل له ولا افهمه لحد الحين بالنسبه لي. كنز الون بيس ايضا زي ما قال ابراهيم كنز غامض لم يتم الايضاح عنه، لا يوجد سبب منطقي يخليني اقول ان ضحك روجر والطاقم بسبب معين، الا اني احط افتراض انا ماني مقتنع فيه، الا هو انه هو الون بيس هو رحلتك انت واصدقائك ومغامراتك، وهذا الشيء اللي انا ما راح يعجبني. وكمان اني سمعت انت صريح اودا ان كنز ون بيس هو كنز مادي وملموس ويستحق العناء، فبالتالي ما اقدر اقول الا انه هو كنز لا يستطيع اي احد الحصول عليه، فقط الوريث او فتى النبوه هو من يستطيع اخذ هذا الكنز، فبالتالي ضحك انه احنا رغم التعب ما راح نحصد شيء. تفضل. بالنسبه لي الكنز كنز الون بيس صح، احنا من اول من الاساس كنا نعرف ان روجر وصل، فمو شيء غريب. الشيء الوحيد اللي فاجأني ان روجر يوم وصل ضحك، ولانه ضحك سمى الجزيره بلافتين، هذه صدمه. سالفه وفي بعد يعني قصه اخرى اللي هي اودن قال احنا عرفنا الاسرار او الاسلحه الاسطوريه، سالفة القرن الغابر والدي، هذا الأشياء أكدها الكاتب، ما هي يعني شيء جديد، لا أكدها الكاتب بلسان أودن يوم وصل، وتكلموا عن الفتى اللي راح يجي بعد 800 سنة أعتقد، وان ثم راح تكون حرب أخيرة تقلب العالم. هذا الشيء يعني أضافه الكاتب أو أضافه أودن في وصولهم للون بيس. الون بيس نفسه لا زال غامض، ما أختلف مع إبراهيم، ولو بالعكس بعد ممكن زاد غموض بعد ما وصل روجر، يعني أعطانا فقط تلميحات بسيطة وأكد لنا لبعض المواضيع ومشى عن الحكاية هذه. وأعتقد الوصول لوفي راح يوضح لنا إيش هو الكنز غيره، يعني ما قصر أودا لمح لنا وجاب لنا شخصية روجر أو روجر طاقم يصلون، وشفنا كيف سمى اللي هو الجزيرة. بالنسبة لكنز ون بيس وعلاقة كنز ون بيس واللي قاعد يصير في كنز ون بيس، طيب احنا شفنا في كنز ون بيس خاصة الطاقم، حتى بعضهم بعض الناس يقول انهم قاعدين بعضهم يكون من الغبنة، بالعكس انا من الوجيه اللي شفته والرسم اللي شفته من الشابتر هذاك شفت انهم بالعكس احس انهم سعيدين بالشيء اللي سووه، بالانجاز اللي سووه، الشيء اللي قدام اللي شافوه. لكن زي ما قال احمد اليماني اللي هو في نقطة، انا اعتقد برضو ان احد اشياء الكنز ون بيس ولا الاشياء الموجودة في كنز ون بيس ما راح تقدر تاخذها او تستلم الا اذا انت كنت فتى النبوءة اللي قال لنا برضو اودا عنها، ان ننتظر قدوم جوي بوي القادم او شخص خليفة جوي بوي او شخص فتى النبوءة هذا. فزي ما قالوا الحين كنز غامض، وزاد الغموض عنه انه ليش ضحكوا وليش سموها جزيرة لافتيل، هذا برضو سفهمت. وبرضو ايش الشيء اللي شافه اودن اللي غير من شخصيته موجود فيها وخلاه خلاص عرف انه بيموت او عرف انه
مو بهو فتن او هو مو بهو اللي بيفتح وانه وانا بينتظر 20 سنه او الوقت الزمني هذا اللي بالضبط من يوم ما لقى اللي هو الون بيس انه هو اللي بيفتحون حدود وانه. وليش حدود وانه مغلقه؟ فبالعكس يوم شفت كنز ون بيس زادت الاستفهامات هذه وشو علاقه برضو ون بيس فوانه، فزاد حماس وانتظارنا وتغيير شخصيه اودن في كنز ون بيس. برضو انا راح اكمل من برضو من كلام معاذ على انه الكاتب ماهر في زيادة الاستفهامات. يعني في هذا فلاش باك استطاع أودا أن يمتعنا بدون أن يكشف أسرار جديدة، بالعكس هو أكد على معلومات سابقة. لو ببدأ من جزيرة لودستار والحجارة الأربع الحمراء وإغلاق وانو وحكم عائلة الكوزوكي لمدة 800 سنة، تحالف المينك والكوزوكي، كلها جات كترابط في جزيرة لافتين اللي حتى الجزيرة هذه كان مخفيها الكاتب عنا. لو تلاحظون زوايا الرسم ما شفنا إيش هي طبيعة الجزيرة، هل هي جزيرة تحت البحر، هل هي جزيرة السماء. لو تشوفونها حتحصلون بس وجيه الطاقم وأجسامهم، وبشكل غريب قاعد روجر يتكلم عن جوي بوي ويقول يا ليتني في عصره. وبنفس الوقت جوي بوي تكرر بعد كنز الون بيس في الأحداث على أنه راح يأتي جوي بوي بعد 800 سنة، وظهر التفسيرات عليها كثيرة جدا. ففي الغالب يعني أودا ما كشف لك أسرار، بل زادك على الأسرارك أسرار أخرى خليك تتشوق للقصة. ومن ضمن هذه الأسرار هي حكاية شانكس لما يسأل روجر عنه سؤال معين ذكره أودن، ومن بعدها شانكس بكى. فإجابة سؤال شانكس كانت موجودة في لافتيل، فما هو هذا السؤال وما هي إجابته؟ هذه الأشياء كلها أسرار الكاتب أضافها على الأسرار اللي موجودة في القصة. وأنا استكمل من حيث توقف عبد الجليل، نعم هو فعلا كشف الكثير من الأسرار، ولكن زاد اللعبة غموضا أكثرا فأكثر. يعني أنا أكثر شيء صراحة جنني أن الجزيرة أساسا ما كان لها اسم، الجزيرة نفسها ما كان لها اسم ولا حد قدر عليها من 800 سنة إلا جوي بوي. وهذا يأكد طبعا نظرية عبد الجليل القديمة جدا جدا أن الحضارة المزدهرة ما كانت أساسا موجودة في لافتيل، وإنما جوي بوي هو من ذهب إلى لافتيل ووضع الكنز هناك وخلاه مكان سري ما حد يدري عنه، وما حد وصل له إلا روجر مع أودن بعد 800 سنة تقريبا. والحين اكتشفه طبعا برضو حتى الاكتشاف للوقت اللي بيجي فيه فترة النبوءة، ما أدري إذا هو مذكور فعلا في الون بيس ولا لا، ولكن فعليا روجر يوم تكلم إنه عرف ذا الشيء عن طريق ملوك البحر اللي قالوا ذا المعلومة في جزيرة اليوجن. قال الحين صار منطقي إن اللي بيجي هو اللي راح يكتشف بعد ما عرفوا سر الدي، وبعد ما عرفوا السر بعد سر اللي هو بصايد الأسلحة الأسطورية والأشياء هذه. فالترابط اللي قاعد يزداد، وأساسا كنا نظن جوي بوي شخص عاش قبل 800 سنة وإنه قوي، بس إنه يكون هو صاحب كنز الون بيس هذه برضو بحد ذاتها صدمة. هذه صدمة بالنسبة لي كانت أسطورية جدا. فهو كشف فعليا كشف، ولكن زي ما قال معاذ زي ما قال عبد الجليل زاد الغموض بشكل أكبر وأحلى وجميل جدا، وهذا اللي يخلي القصة هذه أسطورية بكل ما تعني الكلمة، ويخلي اهتمامنا في كنز الون بيس أكبر وأكبر. ما نبي نطول أكثر، بنروح لسيناريو الخمس سنوات وتبدأ الانتقادات. ونروح لسيناريو الخمس سنوات وببدأ أنا عشان نسوي ترتيب عكسي حاليا. بالنسبة لي أنا ما أتخيل أبدا ولا أتصور نهائيا ولا حتى 1% أن شخص كاتب أسطوري زي هذا حابك الأسرار وضابطها وقاعد يوزعها على مدى 10 سنوات أنه والله انتكب في الخمس سنوات ما كان محسب لها. يعني أنا أتخيل واحد مثل لايبرري أوف هارك حط له وبيج كاملة، حط فيه التايم لاين كامل، مو بحسن من أودا. أودا هذه قصته، هذا عالم هو عايش فيه، فهو يعرف كل حدث صار وكل شيء صار معاه وش الوقت اللي معه. فالرقصة وسيناريو الرقصة هو سيناريو درامي أسطوري يبين لك مدى عظمة تضحية هذه الشخصية، ومدى أنه مستعد يتنازل عن كل شيء وكرامته. وهذا الشيء شفناه عند الكاتب أكثر من مرة. طبعا أنا أتقبل لفي ناس كثير مو متقبلين هذا السيناريو ولا نبهدهم، يعني براحته كل لها رأيه، ولكن من وجهة نظري أنا الشخصية سيناريو الخمس سنوات مستحيل أنه يكون خطأ من الكاتب، يعني بحيث أنه لا والله أنا ما كان عندي شيء أسويه فخليت أرقص خمس سنوات. هذا الشيء اللي أنا ما بقدر أتقبله ولا بقدر أستوعبه، لأنه مستحيل لشخص انتكب وسوي زي كذا. كان يمديه يحط أي سيناريو ثاني يبيه أهو غير الرقص،
ولكن هو تعمد يحط الرقص. لاحظ ان الشخص هذا يمثل بطل اليابان دولته هو، ويبي يمثل ان اليابان شعب ذو تضحية عظيمة جدا، وان شخص مثل اودن بطل اليابان عنده حب لشعبه، ومن كثر حب لشعبه مستعد يتنازل عن اي حتى كرامته من اجل انه ينقذ 26 الف من شعبه. فبيسكلي انا اشوف السيناريو الخمس سنوات زاد من عظمة القصة وحبكة السيناريو وحبكة الأسطورية هذه، ولا تسبب اللي أعطيت الأكت 10 من 10. قد البعض يقول أنا كنت يا ماجد مطبل بزيادة، هذا رأيي، وأعتقد أنه في كثير يوافقون الرأي أساسا. تفضل عبد الجليل. أنا أعتقد أن أودا يعرف للتايم لاين حقه ومخطط له، ولكن أعتقد أنه اليماني قال كلمة حلوة قبل شوي أنه أجبر على أنه يملي الفراغ اللي بين الخمسة سنوات هذه، هو عارفها تماما، والسرد كتايم لاين ماشي منطقي، ولكن هل هو هذا السيناريو الوحيد اللي ممكن يتاخذه أودا اللي جعل الخمسة سنوات هذه تمر؟ لا، أعتقد أنه أودا عنده القدرات والإمكانيات أنه تجعله تصلح سيناريو أفضل من كذا لربما بعشرات المرات، ويجعل فيها تضحية أسطورية، لربما نفس هذه التضحية المغزى إذا كان تشويه سمعة أودن عشان الشعب ما يتقبله. فأعتقد أنه بإمكانه يشوه سمعة أودن بأشياء كثيرة، مثل ما صلح مع كينج كوبرا، مثل ما صلح مع كينج ريكو، يعني قيد شوه سمعة ملوك وبالتالي رجع هيبتهم فيما بعد. فأعتقد أنه الكاتب يستطيع فعل أكثر من ذلك بكثير. فالسيناريو كان منطقي ولكن لم يكن يرتقي للمستوى المطلوب، وذلك لأن الفجوة هذه ما تم تعبئتها بشكل جيد. تفضل معاذ. بالنسبة للسيناريو خمس سنوات، أنا برأيي الشخصي ولولا اختلاف الأذواق لبارة السلع، وبالعكس كل الآراء الموجودة تحترم، ولا في أحد يقدر يقول هذا رأي مو كويس ولا هذا رأي ما هو منطقي. بالنسبة للسيناريو خمس سنوات، أنا بالعكس أنا أشوف أنه عطت الفلاش باك هذه لمسة درامية رهيبة. من ناحية إيش؟ كلنا عارفين أن أودن أجبر أن يروح مع روجر عشان يعرف سالفة ليش وانو مغلقة، وليش سالفة الكوزوكي مع المينك واوا إلى آخره، سر دي وسر العالم الموجود في ون بيس. فعشان يذهب إلى الون بيس اضطر أنه يعطي ظهره لشعبه. فأنا أشوف بالعكس من أحد الأسباب اللي خلاه يكمل في خمس سنوات تكفير الذنب أنه خلى شعبه وراح يحقق أحد أحلامه الخاصة الشخصية، وترك شعبه في الأشياء الموجودة فيه. وزي ما قال أنا لو أدري، لو أني أعرف وأدخل الفوان وأشوف اللي قاعد يصير ما راح أرضى أني أطلع وأكمل الرحلة. فأعطاه ظهرهم وراح لمون بيس. فأحد أسباب هذه الخمس سنين هي تكفيرا لذنبه. وبرضه الأشياء الأسطورية اللي سواها في خمس سنين، أنت تتكلم عن ولا شخص بمدة خمس سنين تم قتله، أنت تتكلم عن أحقر شخصيتين برأي شخصي ون بيس، كايدو وريتشي. كل واحد منهم يقول الحقارة عندي أنا. وريتشي شفناه في حتى في النقاط الجاية بتشوفون أنه قال أنا مهم من الشعب، أنا جاي أبي أنتقم. فأودن عارف أنه أوكي حريقة تحرقني أنا وكبرياي ما دخل، مدام أن الشعب ما راح يلمس أنا مستحي ضاهي خمس سنين عشر سنين قدام. حتى قال عقب لو يعيد فيني الزمان بسوي زي ما سويت وأنا أفتخ بدا شيء، لأن الشعب هو اهتمامي، ولا أرضى أن أي أحد منهم يموت. نشاف بالسهمين اللي صار موجود فينا ما يستهبلون ذوي، ما همهم الشعب. فالسيناريو خمس سنين أنا أشوفها جدا رهيب وجدا عطى لمسة درامية أسطورية، وحببني شخصية أودن بشكل كبير صراحة. هذا كلام بالنسبة. طيب بالنسبة لي سيناريو الخمس سنين أنا فاهم أن هو تكفير لأودن بعد ما يعني تخلى عن وانو، ما كان يهتم، رجع مع روجر للمرة الأولى وشاف أنه في مصانع وما أدري إيش، أصر أنه يستمر في الرحلة ويعرف ما الماضي ويعرف الحقائق وما أدري إيش. يوم رجع شاف الأراضي هذه كلها مسلوبة، حلالة كلها راح، شاف زوجته كانت بتموت وأبنائه، قرر أنه ينتقم. وهذا الشخص يعني المفروض قرر وقال كلمة المفروض يسويها، انطلق لأوريتشي، وبعد ما وقف قدام أوريتشي بيهزمه، عارفين السيناريو، نزل كايدو وتضارب معه. الغبنة مو خمس سنوات، الغبنة مو أوريتشي، الغبنة يوم تسمع الكلام من أوريتشي أني أنا هدفي أني أقتل سكان وانو، طموحي وهدفي أني أنتقم، وما يهمني حتى طفل، لا طفل ولا شايب. الغبنة انك يوم تسمع يا أودن هذا الكلام من أوريتشي تروح تقبل بطلب أوريتشي انه يقول لك روح
ارقص يا اودن اعتذارا لعائلتي. كيف انا ماني مستوعب ان شخص يقول لك ارقص لي واعتذر لي زين، وهذا الشخص هو نفسه قاتل اهلك، قاتل ابوك وخذ منصب الشوغن، كيف ترقص له وتعتذر له 5 سنوات؟ يعني السبب بالنسبة لي بايخ، السبب بالنسبة لي غير منطقي، وقلتها قبل فترة. 5 سنوات ممكن أصلا عند جيل قالها ممكن تكون سنة، ممكن تكون 6 شهور بنفس المعاناة، ليش 5 سنوات؟ قلت يلا ما عليه. اللي خليني أتقبلها إذا كان أودن قبل بالشرط هذا في نفس الوقت عنده خطة ثانية يحيكها في 5 سنوات، ممكن تتعلق بفتى النبوة، ممكن يروح يطلب طلب من أوياجي أو روجر أو ما إلى ذلك، خطة تتكلم عن أنه يقرب الحكم على أوريتشي، أو تتكلم عن أني أجهز لفتى النبوة، ولكن إيش صار؟ 5 سنوات يرقص. هذه غير مقبولة بتاتا، مو لأن فيه رقصة، لأن فيه شخص قاعد يذلك من زمان ووضحت لي ان انت اضعف منه، انت رايح تنتقم وتهزمه، كيف تطلع زي الاهبل وترقص بدون اي سبب منطقي؟ سبب انه يرقص على اساس المواطنين، هم نفس المواطنين راح يموتون لان هذا الشخص قال لك هذا هدفي وهذا طموحي اني انا اقتلهم، فكيف تخليه يظل شوقن لعاصمتك او لدولتك؟ يعني مكان، يعني الدولة فيها مواطنين، في ناس تحبك، في ناس تعتز بالكوزوكي، تطلع ترقص على أساس أنت تحميهم؟ لا، أنت ما تحميهم، هذا غباء غباء. فلذلك أنا يعني أجي مع عبد الجليل وأجي في صف عبد الجليل، 5 سنوات ما لها داعي، حتى لو كان السبب المواطنين برضو 5 سنوات كثير، على الأقل حط فيها قصة ثانية أودن يحاول أنه يسقط الشوغن أو كايدو، للأسف هذا الشيء ما صار. ما زيد على عبد الرحمن وعلى عبد الجليل، انا ماني مقتنع ابدا في السيناريو، انا ما بتكلم في شخصيه اودن بالخصوص، ولكن راينا في لوفي عندما كان في عربستا وجاء لفيفي وقال لها ما في حرب بدون تضحيات، يعني مهما كان لازم احد يموت، فاطلبي منا احنا بنساعدك حتى لو احد مات فينا ما في مشكله. فهذا الشيء اللي غاب عن اودن، ان ما في حرب بلا تضحيات، يعني انت مهما ضحيت بنفسك ان شاء الله 5 سنين 10 سنين في النهايه راح يموت شعب وانو على يد اوريتشي. فاشوف انا السيناريو غير مقنع، انا ما اتكلم في شخصيه اودن، اتكلم في السيناريو الذي تم ذكره من اودا سان، فكان بالامكان اظهار سيناريو اكبر او تعجيز اودن بمرض او بمشكله او بشيء منطقي اكثر. يعني شيء خليني اتقبل اللي صار والفتره الزمنيه بحيث انه ما يتعارض مع القصه، بحيث ان انا اتقبله ان هذه الشخصيه العظيمه لا تهز. بس اشوف ان هذا اهم شيء في هذا، اعتقد انه بعد فتره ما سيظهر اودا بتصريح انه احد المحررين هو من اقترح هذا الرقص. تفضل يا ابراهيم. طيب بالنسبه لي يعني انا شفت الحين شباب كلهم ما يختلفون على يعني ان اودا شخصيه رهيبه واسطوريه، ويعني الاختلاف مو هو ان يعني كلهم عارفين ضحى، كلهم عارفين سوى تضحيه عشان ينقذ شعبه، وكلهم راضي على هذا، بس هي المشكلة في الطريقة في التنفيذ هذا الشيء. سيناريو 5 سنوات، طيب احنا كنا نقول كان بالإمكان أفضل مكان. فيفي على كلام أحمد اللي مساعد يتكلم عنه، فيفي كانت ما تبي تضحي، هذا أودن غبي لدرجة أنه ما يبي يضحي في أحد، هذا الشيء اللي ممكن يساعد أودن في هذا النقطة، أنه ما يبي يضحي في أي أحد، مستعد يسوي أي شيء عشان ما تموت أو يموت أحد واحد أو شخصية واحد. بس برضو أنا أشوفها غلط، مو بهذه الطريقة، مو يعني ما أتخيل شخصية مثل وايت بيرد أو حتى ريلي أو حتى أي شخص من ذي الشخصيات يسوي نفس الشيء. حتى لوفي نفسه مع أنه غبي ما أتخيل إنه يطلع بهافا يرقص، ما أتخيل ذا الشيء، معليش، حتى لو أن لوفي أيا كانت الشخصية ما أتخيل إنه يسوي هذا الشيء عشان شخصية عظيمة ترقص كذا، مرة تغبني. يعني كلنا ترى متفقين على حب اودن، ما حد منا كان اودن لا يكرهه ولا ما يطيقه ولا شيء، العكس. وممكن انا اكثر واحد ازعل لان كنت وقتها مغبون من محبين اودن، قاعدين يقولون لي يقارننا بروجر ولا شيء، مع ذلك انا غبنت شفته يرقص، شلون كذا يرقص مع ان انا يعني المفروض اني انبسط، لكن انا غبنت. صدقني شوي زعلت دحوم ذاك اليوم في البث يوم انا لبس، انا كنت مغبون من الداخل، انا داخلي مغبون على هذا الشيء يا اخي. الشخصيه تخيلوا انه ما رقص، اوكي في اكثر من سيناريو ممكن تدل في اودن،
في اكثر من سيناريو ممكن تسويه. ممكن تسويه انه يوم ماسك عياله من قبل اول ما دخل وانو او زي كذا وربطهم وحاجزهم وقال لهم ما سوي ذا الشيء انا راح اقتل عيالك. هذا سيناريو عندك. عندك سيناريو ثاني انه بعد ما يغدرون فيه زي ما غدر فيه في الحرب الاخيره يربطونه بعد خلاص ما يقدر يفك ولا يقدر يطلع من السجن ويصير طول عمره مسجون وما يقدر حتى يسوي شيء. مو بعدين بعد 5 سنوات يطلع زي كذا ويخلون ذاك هو اللي يطلع يرقص. بس انه احس انه ويمكن بعض ما يتقبل هالشيء بس احس انه اودا دائما يحب يسوي سيناريوهات انه ما حد يتوقعها لان الكل كان متوقع ان العجوز هي اللي كانت ترقص وقتها وكلنا نتوقع ان العجوز هي اللي كانت ترقص مش اودا. فلا حب خلني افجعهم واسوي شيء افجعهم. لذلك انا اشوف يعني طبعا هو في طبعا سيناريو بالنسبه لي انا ما اقول انه مش منطقي لا منطقي ترى على فكره انا مع سيناريو منطقي بس اقول كان بالامكان افضل مما كان لان صراحه هز هيبه الشخصيه عندي بشكل خرافي ايا كان العذر ما هو مقبول بالنسبه لي صراحه ما اتقبل ان اشوف شخصيه خطيره وعظيمه زي كذا. يعني انا شفت اساسا حتى صور ركبوها على ميهوك على الوايت بيد على روجر على كل الشخصيات العظيمه حتى شانكس ما اتخيله حتى شانكس ما اتخيله شانكس اهبل ترى شانكس فيها هبالة أودن نفس الشيء مع ذلك ما أتخيل يرقص كذا مستحيل مع أني يعني أنا ممكن أضحك على ماجد لما الصباح لما يسويها لو سواها شانكس بس ما أتخيل شانكس يطلع يرقص. تخيل شانكس يطلع يرقص قدام ذا عشان أحد من طاقمه ولا أحد من رابعه ولا من أخوياه. مرة أنا مغبون من ذا الموضوع جدا صراحة وكان أقول كان بالإمكان أفضل من مكان وسلامتك يا بعدي. بننتقل للنقطة اللي بعدها واللي هي المعركة الأسطورية التي صارت بين أودن وكايدو. طبعا نتكلم عن الغدر اللي صار فيها وكل شيء. تفضل نهي معانا. طيب بحاول اني اختصر يعني الحين بحاول اني اختصر يلا. طيب شفنا ان في قبل ما تبدا المعركه هذه ان اودن كان في ال5 سنين هذا حاط فرضيه ولو 1% انهم كلهم عقب ما يتم رقص هذا ان كايدو وريتشي يركبون سفن ويخرجون من وانو. فحتى لو احتماليه 1% انا ما راح اطوف الغويط وخلي شعبي يتضرر. عقب ال5 سنين هذه وراح لم أوريتشي وجاء قال له سالفة إنها وسالفة كايدو والسفن قال لنا أي سفن ناوي أخلي هالمكان مصانع لي. وهنا بدأت سالفة إنه أودن خرج عن طوره ما قدر يتحمل أكثر من كذا وراح بدأ المعركة فيها. المعركة هذه أنا أشوف هذا أكبر دليل على مدى قوة أودن وبرضه إنه أقوى من كايدو من ناحية إنه راح لم كايدو وقال هو في المعركة قال يا كايدو أنا بهزمك بضربة واحدة. وكايدو في معركة وعارف أن أودن جاية وفي وضعية القتال وشقة من ضربة واحدة وكان سوف يقتل أولى الغدرة اللي صارت. والغدرة أنا أشوف اللي ما إذا في ناس يقولون طيب شلون سقط أودن من ضربة واحدة. أنت تتكلم عن شخص كان حاط كلهم همه وتركيزه على القدامة وإنه ما يبغى ينهي المعركة والذل اللي قاعد يصير موجود هنا. في نص المعركة هذه يجيب أحد أقرب الناس إلى قلبه هو مومونوسكي. مو بس كذا أنت تتكلم عن أودن يعرف أن الفتى النبوءة راح يجي بعد 20 سنة وأن الفتى النبوءة له علاقة كبيرة بيكون مع مومونوسكي بيكون مع بعض بيتحم مع بعض بيكون له علاقة كبيرة في مومونوسكي. وهذا أحد الأشياء أنا أشوف أنه حطها في الوصية. فيشوف قدامه مومونوسكي مهدد بالقتل والسلاح على رقبته وهو كان قدامه أنه بيقتل كايدو طبيعي جدا كل أنواع الدفاع الموجود فيه ستنهار وستضعف عشان يركز إيش صاير هنا. فالضربة اللي جاية من غدرة من كايدو طبيعي انها تسقط او تخليه يغمى عليه. وانت ضاب في ناس طيب ليش رمح ويتويد ولا اي نزلكم. في فرق بين سلاح حاد في فرق بين هراوة. الهراوة تتكلم عن بثقلها بالضربة اللي تخليك تفقد وعي او تسبب هشاشة داخلية اكثر من الخارجية مو مثل السيف او النوع الحادة اللي تسبب جروح ولا تسبب ندم تقدر تتحملها. يعني على سبيل المثال الويتويد من جهة طعنة الغدر من وراء هي طعنة تضرر المكان المحيط في الطعنة نفسها فطبيعي تقدر تصمد فيها أكثر من احتمالية أنك تصمد أمام هراوة لأن هراوة مو بس المكان الموجود فيه تسبب ارتجاج مو بس الضربة جت في المخ عادي جدا تصير ارتجاج في المخ. يعني على سبيل المثال في الملاكمة إذا حتى لو شخص قدامك أضعف منك ضربك ضربة خفيفة من تحت راح تسقط أو راح يجيك شلل فيها. فأعتقد أني طولت في الموضوع فيها فأنا أشوف كان سنو رهيب بس بالنسبة لي المعركة ما يعني ما عندي كلام كثير أتكلم عنها. معركة كنا شخص فان آرت رسمها كثر الله خيره ومشى. ممكن جات في وقت يعني غبنا كان الكاتب قاعد يرجع للسيناريو 5 سنوات أنا هنت أودن فبالفصل اللي بعده راح أرجع هيبة أودن.
المعركة يعني كانت حوار أكثر من قتال. كان الكاتب يقول لك أودن تفوق على تصورات العدو والخصم. كأنه يعني شخصية كايدو يتناقض، يقول أنا جمعت لك وأنا سويت لك وأنا مدري إيش، وكأن كايدو ضعيف وشخص تافه قرصان وضيع جدا، ما كان في طاقم الروكس، ما تقاتل مع أوياجي، ما تصارع مع روجر، كأنه شخص تافه قاعد يجمع لك جيش على أساس يهزم 10 أشخاص. يعني حسيت ان كتابة فان ارت او رسم فان ارت معركة عادية جدا، الا نهايتها يعني اللي خلى المعركة او الفصل يعني قوي، اللي هو الندبة فقط لا غير. بعد ما سقط وبعد ما ضرب اودن بالندبة هذه اللي هو تقنياته بالسيفين، سقط كايدو، جب يكمل عليه بقص راسه، قام كايدو. وهنا سالفة الغدر للناس اللي دائما تتكلم عنها، اللي هو العجوز، ظهرت العجوز وكانت تهدد بمومونوسكي، ثم جاء كايدو ضرب أودين من الخلف. اوكي، سيناريو كان بامكان افضل مما كان، حتى بالفصل هذا ما تمنيت اني اشوف شرح، كنت تمنيت اشوف بوكس، لان اصلا قبل ما أودين نفسه يتحارب بعد 5 سنوات كان بامكانه يتقاتل قبل 5 سنوات مع كايدو، وكان كايدو يتصدى لأودن سيف بهراوة. يوم جاء وقت الجد هذا قاعد يطير، أودن تحت قاعد يراكض ويرمي ويضرب أتباع كايدو. اللي مش عاجبني، خليت كايدو ينزل، خليت كايدو يظهر بالهجين، ليش خليت كايدو بالشكل الضعيف؟ ترى أودن وضح لي إنه بمستوى عالي جدا لدرجة بضربة واحدة، هذا اللي ظهر في الفصل في المانجا. أنا يمكن الشيء هذا يتغير في الأنمي، لكن بضربة واحدة بتغنية توجين تاتسوكا اللي هي قصة كايدو، كان بإمكانه بعد ما سقط كايدو يقص راسه، بعد ذلك استخدم طريقة القدر، وضحت لنا كايدو ما يسوى، يعني ما يسوى بيزة. وهنا وضحت لبعض المتابعين ان كايدو راح يهزم. يعني طريقة او سيناريو بالنسبة لي واضح انه يهين شخصية كايدو ويجيبه بالشخص الضعيف التافه على اساس لا سقط قدام لوفي تتقبل. انا بالنسبة لي ما راح اتقبل ابدا. كايدو يلا قوي، ولو انك انت يعني ككاتب نقطت شخصيته، بعد ذلك ممكن يكون مبرر سالفة اعدام وتغير شخصيته، ممكن هذا الشيء، ولكن هذا رأيي عن سالفة المعركة. طيب بالنسبة لي بتكلم في نقطتين في المعركة، لا وهي نقطة العجوز ونقطة المعركة نفسها. نقطة العجوز أساسا في قصر الشوغن، ظهرت العجوز أمام أودن بشكل والده، فهو المفترض أنه عنده علم بأن في شخص عند أوروتشي يستطيع تقمص الشخصيات. هذا واحد. اثنين، لما تواجه مع كايدو في المعركة ورأى صورة مومونوسكي، أولا نتفق أنها معركة وليست قتال شخص لشخص، فلا يوجد شخص شيء في المعركة اسمها قتال وغدر. الحرب حرب والمعركة معركة، واللي تفوز به العبو. عندما استطاع جرح كايدو ورأى مومونوسكي ابنه، فقدانه لانتباهه هذا يعد ضعف له، هذا يعد غباء من شخصيته، لأنه أوردي في شخص تشكل على شكل أبوك، وانت عارف أنه بما أنه تشكل على أبوك يقدر تشكل على ولدك، فالأولى أنك أنت مخلي ولدك عند زوجتك هناك، فأنت متأكد أن ولدك هناك، ففي 1% أن هذا مو ولدك. هذه الشغلة الأولى. الشغلة الثانية، القتال أمام كايدو، أنا أرى أن فيه مشكلة، اللي هو أنك تجعله يقضي عليه بضربة واحد، وهذا الشخص أباطرة وبحرية وحكومة وكل لم يستطع أحد أن يؤثر عليه، فجأة يظهر لأودن أنه يستطيع يقضي عليه، ولكن بضربة واحدة أخرى من كايدو يغمى عليه، فأرى في ضعف في المعركة نفسها، بينما أني أرى أنها أيضا منطقية لعشيرة الكوزوكي فقط. جميل جدا، منطقي. طيب يعني أنا بتكلم عن 3 نقاط مهمة جدا بالنسبة لي. الأولى نقطة مومونوسكي، العجوز اللي سمت مومونوسكي، ممكن شفناها من قبل في أنمي فولمتال ألكيميست براذرهود. يعني في واحد تشكل كذا، يعني هذا الضابط يدري إن قدامه متشكل على شكل زوجته، ومع ذلك ما قدر يضربه. صح.
فانت لما تشوف شخص عزيز علي غالي، انا لو ادري ان انت احمد اليماني خصم الحين، وادري انك انت خصمي وجاي تطعني، وبدا ما اجي اضربك قلت لك شك على اخوي ماجد، مستحيل اضربك لو ايش، حتى لو اني ادري ان هذا مش ماجد، في شيء كذا في راسك يقول لك لا هذا اخوك لا تلمسه. فهذا الفكره اللي تخليه حتى لو كان يدري لازم لو جزء من الثانيه، لو كذا نص خمس ثواني 11 ثواني كذا على ما ترجع لوعيك وتقول لا لا صح هذا مو هو، هذا ما ترجع مره ثانيه. فهذا هي النقطة الأولى، فما ألم أودن فيها. النقطة الثانية اللي بلمح عليها أن كايدو، أنا كان الكل يراه أنه كان غادر وقتها، فاكتشفنا مو غادر. فهنا في نقطة مهمة جدا، أنا أشوف أن كايدو يوم قام ضرب اللي هو أودن وقتها مو بعشان أنه يبي غادر، أنا أشوفه ضرب لأنه كان غاضب أنه جرحها، أنا أشوف أنه غاضب غضب مو طبيعي، فلذلك قام عطوه ضربه بدون ما يحس حتى. وهذا الشيء اللي أنا حسيته بعدين من كايدو يوم أنه ذقل أنا ذبحت المرة وأنا آسف على هذا الشيء اللي صار ذاك العجوز، لأنه كان غاضب وقتها. أنا مثلا يعني أنا متعود إني أنا شخص قوي لا ألمس ولا شيء، يجي واحد يهيني قدام الملأ كله، فهذا اللي حسيته من كايدو، قام كذا بوف وضربها، يعني ما كان قاصد الغدر 100%، لكن صارت هذه معه من غير ما يحس. على كل شخصية كايدو أنا صراحة انصدمت فيها قبل يعني اللي هو 20 سنة، كانت يعني كنت متوقع نفس حاليا الحين، لكنها مختلفة تماما. لما شفنا يوم تضارب مع ليلن ما كان خايف ابدا، فتوقعت نفسي قدام اللي هو أودن نفس الشيء، ما راح يخاف ولا راح يهاب، بس طلع لا وقتها اول مرة كان متراجع وزي كذا، فتغيرت شخصيته فيما بعد حنتكلم عنها اكثر واكثر. فهذه بالنسبة للموضوع هذا. بالنسبة للمعركة وهي اخر نقطة، العكس انا اشوفها صراحة يعني انا تحمست معها وبقوه، والعكس انا احس ان اللي هو اودا رجع لي من هيبه اودن المذله او اللي كانت معوره قلبي زياده وزياده، فانا ماني معترض عليها، العكس اشوفها السيناريو كان مره حلو وجميل للمعركه ومنطقي بالنسبه لي جدا. بشكل سريع مختصر، الكاتب ما يقدر يطلع كامل القتال لانه شفنا حتى قتال الحيل البيضاء وروجر كان بيكون قتال اقوى اسطوري جدا جدا، بس ما يقدر يطلع الحيل، لو طلعه بيشوف قتال لوفي كادو زباله حثاله ما تسوى، لان الكاتب للشخصيات الاسطوريه خلي قتالها بعدين، شغلات كثيره كنا نبيها تطلع ما تقدر تطلع، كايدو جاي فبيقدر، ولا يقدر حتى يطلع كامل قوه كايدو، ما يقدر يطلع لانه طول الهجين حقه اللي المفروض انه يكون قمة القتال اللي بتطلع وقت المعركة. في وسط المعركة زي ما قال إبراهيم، أنت في وسط المعركة مستحيل لو تحول أحد على شكل ولدك وحط عليه السكينة بيقتله ما تقدر توقف، خصوصا أنك أنت مو ضامن أن ولدك بأمان. أنت رسلت ياسوي قلت له تعال احمي ولدي، بس ياسوي كان لسه في الطريق ما بعد يجي، وأنت في الطريق ما بعد توصل أرض المعركة، كان المفروض معركتك في أونيغاشيما، لو صار في أونيغاشيما كان شيء ثاني، كان على الأقل تطمنت. أنت في نص الطريق رايح شوي يجيك واحد بس يقول لك طيب ماذا لو خططوا قبل يوصل ياسوئي، ممكن هذا الشيء وارد. وايضا اضافه على تلقي الضربه زي ما قال ابراهيم، اول ما تتلقى الضربه مثلا زي ايس بالنسبه لكايدو، ايس كان مطمن انه ما يتاثر من لوجيا، اول ما كان ضربه من بلاك بيرد فجع تلخبطت اوراقه ما كان، فالرجال كان لا يجرح لا يقهر ما يجي اي ضرر في اي قتال سابقا، هذا المتوقع طبعا لانه ما شفنا عليه اي خدش في جسمه حتى الان، فطبيعي لما ينشق من واحد مثل اودن يغضب ويقوم ثائر فائج وبوم ضربه باقوى ما عنده عشان يرد ويدافع. وللاسف الغدره صارت من العجوز مو من كايدو، هنيك يا اخوي على التوقع اللي كنت في ذاك الوقت. فبالنسبه لي ان توتال المعركه كانت اسطوريه، القتال أسطوري، رجعت في هيبة كايدو، كايدو كان يقدر يقتل أودن، سقوط أودن ما أشوفه نقطة ضعف ولا بعيب، وأي أحد ثاني كان بيسقط من هذه الضربة. وزي ما قال عبد الرحمن في البث الأخير، لوفي من أقوى الشخصيات في التحمل من ضربة واحدة سقط، فما أعتقد أن البقية برضو كانوا سيسقطون. تفضل عبد الجليل. أنا القتال هذا أضمه إلى سيناريو الخمس سنوات، هو الحاجتين تقريبا أكثر حاجتين قللت من مستوى الآرك هذا أو الفلاش باك هذا، وذلك لأنه ظهرت ما أدري أشياء. يعني هذا القتال المفروض عقل تعطينا إياه على فصلين، تورينا القتال لمدة أطول، تورينا أنهم مثلا استمروا لقديش استمروا، هل هو قتال يوم، هل هو ثلاثة أيام زي الوايت بيرد، هل هو خمسة أيام زي إيس وجنبي، هل هو عشرة أيام زي أكاينو أو كيجي، ورينا فرق لنا مستوى القوة بين كايدو وأودن. في الكل قاعد ما ادري اللي يقيم لك اودن اقوى من كايدو واللي يقيم لك العكس، انا اشوف انه اودن ما اظهر كامل قوته، وكذلك كايدو انا ما اتوقع ان الضربه هذه اللي من خلف اودن هي اقوى ضربات كايدو، انا متاكد انه كايدو عنده ضربات اقوى منها بكثير جدا، والمستقبل راح يورينا كيف بالهايبرد والتحول حقه
ممكن ايش ممكن يسوي، ايش الجرائم اللي يقدر يسويها. انا متاكد انه كايدو يخفي الكثير ايضا وما اظهر، واعتقد ان الكاتب بالغ في اخفاء تفاصيل هذه المعركه. من المفترض ايضا انه الضربه حقت اودن اللي يقص فيها جسد كايدو يورينا فيها نوع الهاك الجديد اللي قاعد يتدرب عليه لوفي. فيه ايضا تحول العجوز الى مومونوسكي، من المفترض انها ما تتحول باللبس لانه فكرت كان تحول الشكل فقط متحول الملابس. ف في مآخذ اعتقد انه الكاتب استعجل فيها. انا اعتقد انه الارك المفروض يطول يا ابراهيم، انه يفصل لك في مثل هذه الاشياء وياخذ راحته بشكل كبير ويعطينا القتال على افضل من افضل الى افضل، يقدر يسوي افضل من كذا بكثير الكاتب. فانا اعتقد انه لا بالغ في اخفاء التفاصيل. عبد الرحمن تفضل، الاعدام عندك. اوه الاعدام، الإعدام ممتاز جدا بالنسبة لي. يمكن هذه تزبط شخصية أودن وتختم وختام أسطوري من أودا نفسه. بغض النظر عن السيناريو الخمس سنوات، بداية شخصية أودن أسطورية ونهايتها أسطورية، واعتقد ما بينه وبين أودا يعني مشيها. ودائما العبرة في الخواتيم، الناس راح تذكر الشخصية وراح تذكر السيناريو حق أودن حق أودا بأن ختامه أسطوري. فختام أودا وختام أودن كان مرة أسطوري. طريقة تضحيته وهدفه النبيل وإرساله رسالة لأغماده للفتى النبوة، فهذه الأشياء تخلي الإعدام مرة أسطوري. أضيف على ذلك له بعد ما طب في القدرة ورمى الأغماد، هنا صار حوار بينه وبين اللي هو كايدو. أعتقد من هذا الحوار هنا تغيرت شخصية كايدو، هنا كايدو أصبح شخص يبحث عن معركة أسطورية. ممكن سمع أودن يتكلم عن المعركة اللي تقلب العالم رأسا عن عقب وتقسم البحار، فلذلك أعتقد كايدو أخذ أو سمع بالكلام هذا ولا زال يبحث عن مكان يموت، يبحث عن حرب أسطورية. وينك الفلامينغو، أبغى هذه الحرب. تغيرت شخصية كايدو من هذه اللحظة إلى اللحظة اللي بعد 20 سنة، اللي هو ما يخاف من أي حد، يطب في أي مكان، يتقاتل مع حكومة العالم. الإعدام هذا كان أسطوري، والقدر لحاله يوم سقط أودن يعني كانت ابتسامة يا إلهي يعني ما أقدر أكمل صراحة. يعني بعد أكتفي كذا. تفضل يا أبو يمان. طيب باختصار، الإعدام كان غريب وأول مرة شوفنا إعدام بالطريقة هذه، ولكن اللي قضى على أودن في النهاية هي رصاصة الرحمة اللي أطلقها كايدو وابتسامة أودن، يعني اعتبر ختام أسطوري لشخصية أسطورية باختصار. حبيبي بالنسبة لي صراحة أنا تفاجأت بالإعدام، يعني تفاجأت كثير. أول شيء يعني للأمانة توقعت أن الإعدام حيتقاطع حيتوقف، ما توقعت أنه بيكمل ساعة كاملة. هذا شيء صدمني جدا 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 أنه تكمل. حطيت سيناريوهات كثيرة، أحد يتدخل، مونوسكي يطب زي كذا، أوريتشي الواسخ يتحرك ويصير شيء فيه قطع رقاب شيء كذا، ما توقعت أنه يكمل للأخير. هذا شيء صراحة صدمني، ويعني تعظيم سلام حق أودا وحق أودا وياه كمان. احترمت الشخصية أكثر أكثر وخلاني نغبن أكثر أكثر من رقصة أيضا. فهذا النقطة. النقطة الثانية اللي صدمتني جد يعني أن أودن هو اللي أثر في كايدو. هذه النقطة جد جد صدمتني بشكل خرافي، يعني ما توقعت أنه يعني أودن بكل تأثير حتى على خصومه. هذا شيء يعني ما شفناه إلا في لوفي تقريبا. فهذا شيء برضو يعني يحسب حق أودن أنه قدر يغير كايدو. كايدو من بعدها مهووس بشغلة أنه أبي أموت موت أسطورية مثل اللي ماتها أودن. أنا أحترم يعني أنك تخلي خصمك يحترمك، هذا أعلى وأفضل مراحل يعني أنك تكون شخص قوي. أنا من اللي شفته من قبل ده هو لوفي لحد الحين، وبرضه كان شيء متبادل بين الوايت بيد وروجر. هذا العظماء دائما هم اللي يسلم زي كذا. طبعا لوفي صارت له من قبل حتى مع لاو، يوم انه كان لاو يذابح مع كيهوتي كان يقول له، كان يتكلم باحترام على لوفي وقتها ويقول هو الشخص اللي بيقضي عليك ويوقف على احلامك وكل حاجه. فانك تشوف خصم يعترف فيك انك انت شخص عظيم وشخص قوي، هذا شيء صراحه يحسب لأودا. أودا وأودن هم نفس الشخص اساسا. انا احس ان أودا يشوف روحه هو أودن يعني بين بينكم يعني. المهم بما انك تشوف حلقات انا عارفك وصل الكلام معاه. طيب فصراحه يمكن هذا افضل حاجه يعني صدمتني وفاجاتني في الاعدام بالنسبه لي، انه حمل الاشخاص هذه برضو مختبسه من
ده الشجاعة متأكد. فيمكن من قصة أخرى عظم على عظمة صراحة، اللي أنا أشوفها كانت فاجعة بالنسبة لي وجميلة جدا جدا جدا، خلتني أحترم أودن أكثر وأكثر. ذاك يا ماجد أديله. طيب بشكل سريع، ما شاء الله إبراهيم قال أغلب الكلام اللي كنت بقوله، بس بضيف شغلة سريعة. كنا قبل شوي نقول إن أودا يسوي بعض الأشياء بس عشان الناس ما توقعوها وهيطلع بسيناريوهات شاطحة، بينما هذا السيناريو أعجب فيه الكل تقريبا وأسكت كل من كان ينتقد أودن ويقول قائده في الأخير طبخه، قائده في الأخير طبخه، في الأخير ما طبخه، اقترب رصاصة. ما قدر يطبخونه رغم أنه هو اللي قال لهم حدد الوقت. يعني شوف مدى العظمة والهيب، أنه تخيل أنه ما راح يقدر يتحمل البقاء في الزيت المغلي لمدة ساعة، تحمل الساعة كاملة ومو هو الحالة شال أغمادن. النقطة اللي كنا نتكلم عنها قبل شيء أنه ما سمح حتى الأغمادن أنه يموتون، هيبة على هيبة على هيبة، عظمة على عظمة، شيخ شيء 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 مهول. بس أنا أتكلم بالنسبة لأودا، إنه رغم إنه كان معطينا توقع إنه نطبخ، ورغم إنه قالوا إنه حما أغمادة، ورغم إنه إحنا شايفين من قبل أسطورة أشكيا جيمون اللي كان مات وشايل ولده، وكنا نتوقع، كنا نقول يعني شلون بيشيل أغمادة، بيقدر يشيل أغمادة التسعة، شال أغمادة التسعة. هذا بالنسبة لي أقوى شيء أسطوري. وطبعا الكلمة اللي هو الخطاب اللي طلع منه لكايدو، إضافة على الكلمة اللي قلتها، مو بس سالفة اللي كايدو أعجب بموته وصار مهووس فيه، الكلمة الأقوى أنه قال سأرافقك في شربك، باتم في راسك، بتم تفكر فيني، باتم مثل الكابوس عليك. وفعلا أودن كان مثل الكابوس على كايدو. تفضل عبد الجليل. أنا والله أنتو الصراحة عجزتوني، قلت كل شيء المفروض أقول. الله يعينك، مش بعدي بتقول أنت. عندنا النقطة اللي عندي الوحيدة اللي راح أتكلم عنها هي كيف أودن جذب الشعب مرة أخرى بعد أن تم تشويه سمعته في قبل هذا الإعدام، واللي أعتقد أنها حركة ذكية على عكس التصرف اللي خلال 5 سنين. ما أنا متكلم عن سيناريو 5 سنين، أبغى أركز على الإعدام. الإعدام كان إجابة يعني لأنه الشعب اللي بغيت ترجع الحكم لعائلة الكوزوكي لازم الشعب هو يكون الداعم الرئيسي والأساسي لك. فتلامس الإعدام هذا مع شعب وانو هو اللي جعل أول ما مونسكي يخرج من السجن الكل يخر له احتراما وتعظيما. فأعتقد بأنه أودن استطاع كسب قلوب شعب وانو، وبالتالي هو الدعامة الأولى لإنجاح الثورة اللي راح تحصل حاليا بقيادة لوفي ومومونوسكي. فهذا ما عندي اتجاه. جميل جدا، هذا اللي برافو. طيب الإعدام، أول شيء أنا أول شيء شفته في الإعدام وتحمل أود للساعة كاملة، أول شيء جاء في بالي للناس اللي يقللون من مقدار قوة تحمل أود وأنه سقط في ضربة واحدة. شفنا أنا الماي مغي الحالة بدرجة معينة يذوب الإنسان أو يقتل الإنسان، فما بالك بزيت والمدة ساعة كاملة وهو حامل أثقال الحالة نيكو موموش اللي ثقل الحالة، فما بالك بتسع أغماد كاملين هو شايلهم مع ثقل الخشبة نفسها. هذا يندلدل على قوة تحمل أودن. بالنسبة للشيء الثاني، أنا الشيء الثاني اللي غبني كذا حقارة كايدو في الموضوع. كايدو شاف إنه إيش وقال لنا أنا احترمتك أودن، وإنه وهو إلى آخره شاف موتة مجيدة وإلى آخره، لكن إنه عقب هذا كله يروح لمونوسكي ويقول أبوك كان أحمق. قد ايش تحقيره كايدو؟ انت شفت انت غير فيك، خلاك تسكر مدة 20 سنة الى الان وانت خايف من اودن ومن الشيء اللي سواه لك اودن. يا رجل الموت الحالي يعني ايش افخم من موته تخلي الالد اعدائك يرتعشوا خوفه؟ اوريتشي وهو قاعد الماي يغلي قاعد يقول ان زيدوا الحرارة، قاعد يقول الحرارة قاعد تغلي، حرة اللي زيدوا الحرارة ما احس بحرارتها، خلاهم كذا كخوف موجود فيهم، خلاهم يعرفوا قد ايش هم ولا شيء وكلهم حشرات قدام أودن. وفوق كل هذا يقول أباك كان أحمق، قد إيش التحقير ذا. ثاني شيء هنا يوضح لك أكثر فأكثر في مدى 5 سنين حب أودن لشعبه. يعني حتى يوم قالوا لأن شعب إنه أنت سوا وخمس سنين وما إلى آخره، بعدين عقمة قالت لهم شينوبا عن السالفة، حتى الأغماد قالوا لا ترد عليهم اسفخهم كلها تسوي وخلنا نسوي كذا. جاء أودن ما طق لهم خبر الأغماد وتكلم لشعبه ورد عليهم هو تحت الغليان الموجودة فيه. أعتقد كذا قلت نقاط موجود، الشباب ما قصروا أبحرنا في الإعدام، فعذرا للإطالة. يعطيك العافية. نتكلم عليه عن آخر نقطة عندنا دنجيرو
وكومراساكي والسيناريو الأسطوري اللي سواه الكاتب في الأخير. صراحة يعني بكل ما تعني الكلمة صدمة صدمة يعني. صدق احنا كنا متوقعين هذا الشيء حسبنا الحمد لله. انا كنا متوقعين دنجير وكنا متوقعين كومراساكي من اول دور من قبل يوم قال من كلمة يوم قال دنجير سيسيد دماء الآن بعد ما عصب وهنا بتوقعين قل هذا دنجيرو وهذه كومراساكي وهذا الدليل وجبنا الأدلة والتوقعات قلها الحمد لله وزبطت معنا وكنا مصرين عليها وجب أدلة عليها وضبطت. بس صراحة برافو أودا عليها مليون بالمية برافو إنه يعطي دنجيرو هذا الدور الأسطوري إنه يشرب أوريتشي من نفس الكأس حقه وطبعا كل هذا كوم والهيبة إنه يقعد في وسط الضريح سنة كاملة يصرخ حتى تملكه وشيطان الغضب يطلع بالشكل هذا. هذا شيء ثاني يعني شخصية كانت يعني حتى يوم الناس كانوا يعتقدون أنه دنجيرو مو متقبلين يعني ها يعني مو بذاك الفخامة بعد مشهد خروجه من الضريح خلاص الكل قال رسبكت عم الحج يعني كيف أنه يوم جي خاضع عند ريتشي ويقول أنا بصير كلمك المضيع اللي تبي أنا بجيب لك ونظرتك كذا شيء 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 رهيب جدا جدا. وأيضا حتى كومراساكي الكاتب شوف متى يعني ما جاب لك المعزوفة أميرة القمر أتوقع لما تجي في الأنمي بنصيح على اللقطة هذه كيف أنك قاعد تعزف لأبوه أبوه يقول أعزفيه في موتي بعدين يجيب لك الكاتب كل مرة عند الحقير أوريتشي تيجي تعزفها تلبس القناع لأنها تبكي خلف القناع على الأغلب يا رباه على الحبكة يا رباه يا أخي ذا الأدمي ذا الأدمي أودا يعني يوما بعد يوم يعني خليني أرفع القبعة على عشرات المرات احتراما على الحبكة والضبط والترابط اللي موجود. وشوف متى كشف المعزوفة يعني متى كشفها في الوقت المناسب مع أنها كانت معزوفة دليل لنا أنها لمحنا عليه أنه ممكن نتبكي أو شيء كذا معزوفة حزينة وذكرها بشيء حزين ولما حتى هو عليها الكاتب بنفسه قال ليش تلبس القناع ومن هذا الكلام. ففي النهاية طبعا في عندنا نظرية أسطورية على كومراساكي لا يسعني المجال ذكرها الآن أنها سالفت هي السلعة الأسطورية يورانوس إن شاء الله نسويها في حلقة ثانية وتعالوا لنا في البثوث نكلمكم عنها. تفضل عبد الجليل. طبعا انا من الاشخاص اللي كنت مشككين في انه دنجيرو هو كيوشيرو كنت مشكك في هذا الذي كنت اتوقع انه دنجيرو هو فتى الغسق وطلع كلهم الاثنين ما طلعنا بواحد اي وهذه ترى حركه حلوه من اودا انه عادي يقدر يربط لك اكثر من شخصيه في شخصيه لمح علينا نوع ولمح لمح علينا نعسان كل شيء سوا. طبعا بالنسبه لحكايه علاقه كيوشيرو مع كومراساكي انا من الاشخاص اللي كنت مشكك ايضا ان كومراساكي هي هيوري الان لا يمكنني التشكيك في ذلك بعد. طبعا هي كشفت من قبل ولكن الشيء اللي كان مخليني لست متقبل انه شخصيه مشهوره مثل كومراساكي كيف ما يعرفها كاوامازو اللي تقاتل مع زورو وفي الأخير اكتشفت كاوامازو أصلا من برا وانو هو كيرا فبالتأكيد أو من الطبيعي أنه ما يتعرف عليها إذا كانت قدامه ما هي وسط حشد إذا كانت يشوفها أمامه. طبعا الشباب فسروها بمكياج الآن المكياج مع حكاية أنه كاوامازو من برا وانو كلها فسرت السيناريوهات بشكل كامل كومراساكي وهيوري هي نفس الشخص كيوشيرو دنجيرو فتى الغسق هما نفس الشخص والعلاقة اللي بينهم كانت جميلة ورائعة جدا ودنجيرو أفضل الأغماد عندي. الله تفضل يا معاذ. طيب دنجيرو اللي شفته أنا حليب بقول نقطة واحدة عن دنجيرو نقطتي هو أن أكثر واحد من الأغماد التسعة ندم على اللي صار قفل على نفس السادن كامل وده شعره تغير طلع الشيء بعروقه بدأ تطلع دم. أكثر شخص من الأغماد ندم على اللي صار وعن مدى إيش ضعفه في الموضوع. هالنقطة بالنسبة لنقطة هيوري بيتكلم عنها ماجد بشكل كامل بعدين في النظرية لكن تتكلم عن كيف وش الوصية اللي قالها لم توكي ليش توكي نقلتها 20 سنة قدام ليش يبغاها توصل عمر معين فيها. كل هذه ترجح ان هيوري هي سلاح أورانوس وراح يتكلم اعتقد ماجد كالنظرية كامل بعدين المستقبل. طيب بالنسبة لي دنجيرو هنا وضح لي أودا شقد هو عبقري في الحبكة. أودا بعد ما شفت حبكة دنجيرو بغض النظر عن أن حنا كمتابعين كنا متوقعين وكنا نحجر لأودا بشتى الطرق ولكن الحبكة 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 عن شخصية دنجيرو كيوشيرو وهيوري وخلال 20 سنة وكيف تغير شخصية هنا أنا أقدر أقول بالنسبة لي أفضل حبكة
شفتها في ارك وانو. بغض النظر عن فلاش باك ما يعني كل حاجه تصير ما تهمني. دنجيرو هو كيشيرو هي شيء اسطوري. كيف انك صنعت شخصيه خليتها يعني 20 سنه تخدم شخص قتل اعز ما تملك. الله اعز ما تملك خليته يخدمك يعني وبدون ما يبكي بدون ما يتدمر بدون اي حاجه كانه مشاعره ماتت. وزي ما قال ماجد الشخص هو هذا نفسه قاعد يذيق الشخص اللي قتل اعز ما املك نفس من نفس الكاس. فانا مو متخيل كيف شعور دنجيرو خلال 20 سنه، كيف شعور يوري في 20 سنه، كيف كانوا يخدمون واحد ندل وقع حقير تبن مثل اوريتشي. فانا هنا ارفع قبعه لأودا على صناعه الشخصيتين هذولي وكيف انك يعني صنعتهم بهذه الظروف خليتهم يخدمون شخص المفروض هم يقتلونه. ولكن انا اكتشفت ان الغرض هذا كله خلال 20 سنه الكل يقدر يقتل اوريتشي وقالها ياسوئي، ولكن المعضله مو اوريتشي، المعضله الاكبر هو كايدو. فهذه السنه اللي ينتظرون فيها الانتقام يا ماني. طيب بالنسبة لي أنا بتكلم عن شخصية دنجيرو فقط لأن كوموروساكي ما ظهر عن أي شيء، مجرد نظريات وافتراضات ممكن تصح وممكن تخطأ. أتكلم عن دنجيرو الشخصية الأسطورية اللي أودا رسمها من بعد أودن، وهو يعتبر كخليفة لأودن، والشخصية اللي تعلقنا فيها بمجرد لمحة واحدة، ما ركز عليه في الفلاش باك وتعمد إنه ما يركز عليه في الفلاش باك. زي ما شفنا يعني إنو رايشي ونيكو ماموشي، شفنا كيامون، شفنا كانجورو رايزا، وكلهم تعمق فيهم بينما دنجيرو لم يتعمق فيه لكي لا تتوصل إلى حقيقة علاقته مع أودن نفسه، يعني ما توصل علاقته معه. بينما إنه زي ما قال ماجد خدمة أوريتشي لها هدف، زي ما أنت يا أوريتشي خدعت أودن واستلفت منه فلوس، تدينت منه وتقربت لين وصلت للحكم، انا راح اتقرب منك واخدمك واوصل بك الين انت تعطيني كامل الثقه وراح اقلب عليك واوريك الوجه الثاني. فهي شخصيه عظيمه اسطوريه تحاول الانتقام وتملكها شيطان الغضب. ما املك اي كلمه اخرى الا انها شخصيه عظيمه. رهيب ريسبكت. بالنسبه لي صراحه يعني اول شيء يعني زي ما قال كانوا متوقعين، لكن المعاناه اللي مر فيها، الحزن اللي مر فيها والقوه اللي عنده، يعني أنا سابقاً كنت أشوف أن زورو هو المرشح لقطع رقبة أوريتشي، لكن الحين أشوف دنجيرو هو المرشح الأكبر أنه يقطع رقبة أوريتشي، وأحس أنه هو الأحق بهذا الشيء من بذل الأغماض كلهم. 20 سنة قاعد كذا بعدين يقول ضق اللي ضاقه سيدي كذا طعنا كذا، ولا يمسك ويقطع أوصاله وعين يجي يخلي ولده يطعنا ولا بنته ولا هيورد طعنا في الأخير. لكن خلاص انا يعني شفت دنجيرو الحين اللي سواه اشوفه هو الاحق انه يقتل هذا اللي اسمه اوريتشي. كايدو خله حق مونوسكي وهيوري معلي، بس اوريتشي لازم يذبح هذا دنجيرو نفسه. وصراحه اشوف انه شنب وكفو، ودي كذا انه يعني قبل ما يذبح يتجاوب معي يقول امسك سيفك تعال يلا تعال، ولا طلع لي حياه كذا قطعهم يتفهم تنكير كذا. يعني تكفى يا اودا طلبتك ادنك تشوف الجاب، بس تكفى ها، خلي طيب خاطري، انا ابي طيب خاطري، يستاهل صراحه بعد المعاناه اللي مر فيها سنه كامله عشان يستاهل. والله انه شنب يستاهل، هو حق من رقم 9 بالنسبه لي اشوفه. وهيوري خلاص قالوا شباب عن هالكلام اللي بنقوله كله، بس انا اشوف انها كيوت وحلوه. كذا كنا وصلنا لهذه الحلقه، وفي الختام قولوا معي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لا تنسوا الاشتراك في القناه، لايك الشير، ونشوفكم على خير.